طيب تعالى نشوف احنا نقصد ايه. احنا معانا ستيتس دلوقتي، احنا معانا ستيت ريبريزنتيشن. يعني انا بادي من الموديل بتاع السيستم. الموديل بتاع السيستم ده انا ممكن احطه في اي شكل، حطيته في شكل ستيت ريبريزنتيشن بالاناليسيس بتاعتي. كويس، يبقى جوه البروجرامنج بتاعي معايا ستيتس. انا على الستيتس دي انا عايز ديزاين كنترولر. هنشوف احنا البوليتس دي هيت بعدين، لان بدايتها من هنا. ادي البروسيس بتاعتك اصبحت ستيتس ريبريزنتيشن، وبتطلع لي الاوتبوت وبتطلع لي الستيتس. هفترض ايه هنا؟ خلي بالك لما تطلع لك الستيتس امبليسيت جواها الواي، ما تقلقش. يعني قبل كده كنا بنفترض ان الواي بقدر اقيسها عشان اعمل فيدباك كنترول. هنا انا هفترض ايه؟ ان الستيتس دي كلها فيزيكال ستيتس اقدر اقيسها. يعني الحاله بتاعت الموتور انا اقدر اقيس الاثنين، اقدر اقيس الانجلر بوزيشن واقدر اقيس الانجلر فيلوسيتي، الاثنين اقدر اقيسه. انالوج سنسورز لازم اعمل انالوج تو ديجيتال، عادي جدا. يبقى هنا اللي احنا عاوزين نعمله شبه قوي اللي احنا عملناه قبل كده، لان كل ده البلوك ده كله بره البروسيس بيبقى على المايكرو كنترولر سيستم بتاعك، ياخد الستيتس الميجرمنتس ويدي السكيلر انبوت، لان السيستم ده سيسو سنجل انبوت سنجل اوت. هو ده المطلوب. الكنترولر ده يبقى ايه؟ ده يبقى سهل خالص، ده يبقى جميل جدا، ما فيهوش اي مشاكل. ليه بقى؟ انا عايز اشوف هل في بلوك دياجرام او بص، اعتبر السهم ده كده مش موجود. بص انا عايز اعمل ايه؟ بلاش الرسمه دي، انا هرجع تاني للسيستم المفصص بتاعنا السكند اوردر ده، واخده تيبيكال كيس. انا عندي اكس 1 اكس 2 دلوقتي، وعايز اعمل، انا لو عملت كنترول على السيستم ده يعني انا عايز اعمل ريجوليشن وعايز اعمل تراكنج زي بالظبط ما احنا عملنا قبل كده. السكوب بتاعنا ايه حاليا؟ حاجه بسيطه جدا، وهو هو تقريبا هيبقى ان شاء الله ان انا اعمل ريجوليشن بس. شوف بقى السكوب بتاعي، انا هعمل ريجوليشن بس. يعني ايه؟ يعني الواي دي حصل عليها بيرتربيشن، اكيد ان كان البيرتربيشن دي ريبريزنتد على الاكسات، اكيد، لان الكوز والافكت بتاعنا ان الاكس واحد هي يعني كومباينيشن الاكس واحد والاكس اتنين هي الواي. فالواي لو حصل فيها تغيير يبقى اصلا الاكسات اللي هي حصل فيها تغيير، ودي البرتربيشن بتاعتنا. فالبرتربيشن حقيقه حصلت على الستيتس، ودول عملوا الاوتبوت ككوز اند افكت. طيب حصل بيرتربيشن، يعني ايه بيرتربيشن؟ الاكسات دي كانت هاديه وساكته، الفاريشنز بتاعها بصفر. ولما احنا بنتكلم على بيرتربيشن هنا هوت، بتعتبر الريفرنس انبوت اللي جاي من بره ده بصفر. لما الريفرنس انبوت ده يبقى بصفر يبقى انت عايز الفاريشنز بتاعت الاكسات دي كلها صفار كده على طول، ودي شفناها يعني ايه قبل كده. فعايز تشوف اليو دي تبقى كام علشان تريجكت الديستربنس دي وترجع الفاريشنز بتاعها بصفار. فكأن بالظبط ايه؟
كأني بالظبط بعتبر الفيرست اوردر سيستم ده قائم بذاته، وعايز اخد الاكس واحد دي اعمل بيها فيدباك حقيقه ونيجاتيف فيدباك كمان اهي، هحطها بايه؟ هحطها بجين، جين واحد بس، ادي اكس واحد تضرب في ناقص اكس واحد في ناقص كي واحد، جين واحد بس فيرست اوردر سيستم كفايه عليه جين واحد، ويبقى ده الفيدباك سيجنال بتاعتي. الاكس 2 عايز اضربها برضه في جين واحد بس، شوف السيستم بقى فيرست اوردر. احنا شفنا قبل كده في البول بليسمنت كل ما هتعقد السيستم كل ما الاوردر بتاع الكنترولر بتاعك بيزيد، لكن انا معايا فيرست اوردر سيستم بس، ادي ناقص كي 2 وادي كده اهي كده، الاثنين دول الفيدباك سيجنالز دول يتجمعوا مع بعض وتبقى هي دي اليوم. ليه؟ لان دي بصفر، الريفرنس بصفر، انا بعمل ريجوليشن بس. تبقى اليو بتساوي ناقص كي واحد في اكس واحد ناقص كي اتنين في اكس اتنين، يبقى كاني عملت بالظبط كده هوت، يعني كاني معايا فيرست اوردر بعمل عليه كنترول، يكفيني جدا الجن ده هوت، حلو قوي، يكفيني جدا الجن ده عشان احصل على الريجوليشن اللي انا عاوزها. طبعا السؤال بقى هنا الكي واحد بكام والكي اتنين بكام عشان الكلوزد لوب داينامكس كلها يبقى البولز بتاعتها في الحته اللي انت عاوزها، نفس السؤال، عشان يبقى الريجكشن للديستربنس هنا اهوت، ما الديستربنس حصلت الكوركشن بتاعها هنا اهوت اهو، اليو هتضيف حاجات ويبقى فيها داينامكس معينه علشان البرتربيشن دي تبقى مش موجوده، و الفاريشنز ده هي بتبقى بصفار. طيب ده كلام جميل جدا، يبقى احنا هندور على ايه؟ على closed loop dynamics في حاله الفيدباك ده، هي البولز بتاعتها فين، ونسويها بالديزايرد كاركترستيك ايكويشن في الكلوزد لوب. يبقى انت معاك ايه؟ معاك اوبن لوب كاركترستيك ايكويشن، وعايز تروح لديزايرد كلوزد لوب كاركترستيك ايكويشن زي اللي احنا عملناه في البول بليسمنت بالظبط. طب ده كلام جميل جدا، ادي السيستم بتاعك، شيل اليو بقى هنا، شيل اليو وحطها بالفيدباك جينز اللي انت بتقول عليه، يبقى بناقص كي في الاكس، ناقص كي في الاكس، ادي الاكسات واليو دي سكيلر، تبقى الكي دهيت لازم تبقى رو فيكتور واحد في ان، تتضرب في الان في واحد يطلع لك سكيلر هو اليو. اجين ديزاين يعني ايه؟ يعني ايه هي الفاليوز بتاعت الكي واحد والكي اتنين لغايه الكي ان عشان احط البولز في الحته اللي انا عاوزها، الديزايرد بيرفورمانس بتاعي ادي اهو ناقص كي اكس اهي، عوض بيها بقى فين؟ انا عايز اجيب الكاركترستيك ايكويشن هنا اهو، الكاركترستيك ايكويشن يعني العلاقه اللي هتربط الاكسات ببعض، عيني بقى على الاكسات مش هنا خالص، عيني على الاكسات، شيل اليو وحطها بناقص كي اكس، الله 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 ده كلام جميل قوي، خد الاكس كومن فاكتور تبقى اهي، ادي العلاقه اللي بتربط الفيرست اوردر ريليشن اللي بتربط ما بين الاكسات، بيربط ما بينهم ماتريكس، والماتريكس دي ايه؟ هي الكلوزد لوب داينامكس. الماتريكس دي كانت في الاوبن لوب ايه بس، اصبحت في الكلوزد لوب ايه ماينس بي كي. شوف الماتريكس ريبريزنتيشن لما الواحد بياخد عليها بتبقى ظريفه ازاي. طب الكاركترستيك ايكويشن، لا يا عم ده سهل قوي، ده الديترمننت بتاع الاي ماينس البي كي ده هوت، هو الكاركترستيك ايكويشن، هو المقام بتاع ترانسفير فانكشن، الديترمننت بتاع الكلام ده، جيب الديترمننت بتاعها يا عم اهو، الديترمننت بتاع اي ماينس البي كي اهو، يبقى الزد اي ماينس الكلام ده هوت، ادي الديترمننت بتاعها
بيساوي صفر، هي دي كاركترستيك ايكويشن. ساويها بايه بقى؟ بالديزاير دي يا عم، ساويها بالبولز انت عايز تحطهم فين يا عم، وخلصت القصه. هيطلع لك من هنا هوت ان simultaneous algebraic equation في الكي 1 والكي 2 لغايه الكي ان، حلهم تطلع الكلام ده. يا نهار ابيض، هنحلهم؟ يبقى انا محتاج ماتريكس انفيرجن تاني علشان احلها، زي بالظبط ما عملنا في الايدنتيتي ايكويشن لما كنا بنجيب الماتريكس وبنجيب الماتريكس انفيرجن والكلام ده كله. على فكره انا في الريل تايم ما بعملش ماتريكس انفيرجن، انا عندي الجوريثم ريكيرسيف الجوريثم من غير ماتريكس انفيرجن، عشان اوفر وقت في الكمبيوتيشن، عشان تعرف بس ايه الريل تايم امبلمنتيشن الكونسيدريشن بتاعته عامله ازاي. في اي سؤال يا جماعه؟ في اي سؤال؟ في الحقيقة دكتور، يعني أنا عندي سؤال بس مش عارفة أصيغه إزاي. يعني أنا كنت طيب عايزة أسأل، ايوه كنت عايزة أسأل في البداية خالص، لما حضرتك كنت ابتديت تشرح أصلا في الستاتس بيس، كنت عايزة أسأل حضرتك في الجزئية اللي هي تايم فاريانت وتايم انفاريانت. وحضرتك تقصد تايم الإيكويشن اللي احنا بنستخدمها دي تايم انفاريانت اللي هي الستيت بتاعة السيستم، ولا تقصد الكوفيشنت ماتريكس اللي هي الاي والبي وكده؟ لا لا، كوفيشنت ماتريكس هي دي لما بتبقى كونستانس يبقى لا تتغير مع الزمن، يبقى تايم ان فاريانت. طب تمام. طب معلش يا دكتور، في الجزئية برضو اللي هي يعني ممكن حضرتك بس ترجع سلايد، يعني اللي هي الجزئية اللي حضرتك كنت، أيوة اللي هي، معلش استنى يا دكتور، اللي كان فيها البلوك دايجرام اللي حضرتك، لا اللي كان فيها البلوك دايجرام الأخير اللي حضرتك بتشرح عليه. أيوة دي. ايوه بص يا دكتور، يعني أنا مش فاهم برضو، يعني حضرتك لما خدت برضو اللي هي النيجاتيف فيدباك، يعني ما فهمتش الفكرة اللي حضرتك عايز تعملها برضو، المقصود منها إيه؟ حاضر حاضر. انا اعتبرت ده فيرست اوردر سيستم لوحده، ابسط كنترول عليه ان انا اخد الاوتبوت اضربه في جين واقفل اللوب بس. فايده الاناليسز اللي انا عملته وحللت الهاير اوردر سيستم للفيرست اوردر انتراكتنج سيستمز ازيف كده، ان انا هاخد كل واحد منه بقى افيلابل اهوت فيرست اوردر سيستم، هقفل اللوب عليه، وهقفل عليه اللوب بالسمبلست فورم كمان اللي هو جين فقط. هل كده بقت واضحة؟ تمام. وانا صفرت اليو عشان بس ادرس الجزء بتاع البي اللي هو جاي لي من بره، صح؟ الار هنا اهوت، الريفرنس هنا اهوت، انا ما بعملش تراكنج دلوقتي، انا بعمل ريجوليشن بس. يعني ايه بعمل ريجوليشن؟ يعني عايز ريجكت ديستربنس وتبقى الدلتا تشينجز في الاكسات دي كلها بصفار، ارجع تاني الدلتا بصفار. لان انتوا شفتوا ريجوليشن يعني ايه؟ انا ثابت على قيمه معينه وجت بيرتربيشن فبتغير وترجع تاني الواي بتبقى بايه؟ الدلتا بتاعتها بصفار. لما تبقى الدلتا بتاعتها بصفار كل الدلتات ده هي بتبقى لازم تكون بصفار. تمام يا دكتور، يعني هحاول برضو أجمع في الأجزاء اللي جاية، بس أنا حاسة إن أنا في حاجة ناقصة في فهمي في الموضوع، فمش عارفة هي فين بالظبط يعني. ما انا الفكره الاساسيه هي فيدباك كنترول. لما يكون معايا اوتبوت اميجر الاوتبوت واضربه في جين واقفل نيجاتيف فيدباك. لو قفلت النيجاتيف فيدباك من غير ريفرنس يبقى انا بعمل ريجوليشن، لو حطينا الريفرنس يبقى انا بعمل تراكينج. في منتهى البساطه كده، تمام يا دكتور، تمام، شكرا. في منتهى البساطه. ونفتكر كويس لما كنا بنعمل الار اس تي، لما كنا بنجيب البالس ترانسفير فانكشن ما بين البرتربيشن والاوتبوت كنا بنحط الريفرنس انبوت بصفر خالص،
وكان القصة الفيدباك كلها هي الار والاس. كان الكنترولر بتاعنا ار على اس في الايرور شانل كمان، ونيجاتيف فيدباك هي نفس القصه هنا اهو، بس عملتها على مستوى ايه؟ على مستوى الفيرست اوردر سيستمز اللي انا عملت له الاناليسز. هات الاوتبوت بتاعه خدت الاوتبوت بتاعه وضربته في جين بسيط جدا جدا، ودي ميزه الاناليسز هنا هوت. يعني هي ديزاين ميثود احنا بناخدها، يعني مش ديزاين ميثود، انا ما اقدرش اقول عليها انها ميزه كمان يعني. طب معلش يا دكتور، ممكن حضرتك تقول الجزئيه بتاعت اللي هي الكنترولابيلتي والاوبزرفابيلتي دي معناها ايه؟ لا لسه شوي. طيب تمام اوكي. لسه شوي. حالا دلوقتي بعد ما نساوي البولز كده هنا هوت هنقولها على طول الكنترولابيلتي، وبعد شويتين هنقول الاوبزرفابيلتي. هنقولها بس. هو على فكره الكنترولابيلتي يعني ان انا اقدر احط البولز دهيت في الحته اللي انا عاوزها، انك تقدري تساويها كلام مش جديد، تقدري تساويها بان اوردر كاركترستيك ايكويشن. انت ما تقدريش تساويها لو الاي والبي مش كوبرايم، نفس الكونديشن لو الاي والبي مش كوبرايم، لو في بول بيكنسل زيرو يبقى الاوردر على الاقل الاوردر بتاعت الايكويشن دهيت غير الاوردر بتاع الايكويشن دي، يبقى الايدنتيتي دهيت انفاليد على طول. لكن هو اكمن الريبرزنتيشن بتاعنا في ماتريكس فورم، فيقوم عامل لي مفسر لي الكو برايم دهيت بماتريكس كونديشنز، ويقول لي ان لازم الديترمنت بتاعها ما بيساويش صفر، يعني لازم يقول لي الايكويشن دي والايكويشن دي فيها الاي والبي. الماتريكس دهيت الرانك بتاعها يقول لي ان يعني الديترمنت بتاعها ما بيساويش صفر. وبعدين في الاخر يطلع ايه؟ ان اللي حصل فيها بول زيرو كانسليشن. لو الاي والبي مش كو برايم، ما هي ليه بقى؟ لانك انت بيكون معاكي في الستيت سبيس الاي والبي وش، بتبتدي بالاي والبي، ما بيكونش معاكي اصل السيستم كاركترستيك كويشن، بيكون معاكي الاي والبي. فازاي تحكمي من شكل الاي والبي؟ ما تقدريش تحكمي من شكل الاي والبي ان في بول زيرو كانسليشن، فبنحطها في شكل متريسيز. هي دي بنقول عليها كنترولابيلتي كونديشن. ممكن احطه لكم، مفيش مشاكل خالص، بس انا مش عايز اسحم الدنيا. الكونديشن هو الكونديشن بتاعنا في البول بليسمنت. طيب دي كده، ده شكل الايكويشن بتاعنا الايدنتيتي ايكويشن عادي خالص، انا بسويها وبطلع سيمالتينيس الجبريك ايكويشن. الانونز بتاعتها هي الكي فيكتور ده، كي 1 كي 2 كي 3 وهكذا. اوكي بص بقى، لما يكون معايا الكنترول كانونيكال فورم الدنيا هتكون عامله ازاي؟ طب تعالى نجرب، ادي الاي والبي وادي الزد اي. بص هنا ده الشكل الجنرال فورم للكانونيكال فورم، ان الكاركترستيك ايكويشن بتكون محطوطه هنا اهوت، وان دي بتبقى ايدنتيتي، وان دي بتبقى واحد والباقي صفار. ماشي، تعالى بقى بص كده، حط دي زد اي ماينس الاي بلس البي كي، دي الكلوزد لوب كاركترستيك ايكويشن اللي البولز بتاعتها بتحدد لك الكلوزد لوب بيرفورمانس او ريجوليشن بيرفورمانس. اهي يطلع لي كده في الاخر. طيب جيب الديترمنت بتاعها يا عم، ده حاجه جميله جدا الديترمنت بتاعها اهو.
ادي الديترمنت بتاعها. لو بصينا كده ان شكل الكانونيكال فورم، الكنترول كانونيكال فورم ده اداني ايكويشن، الكوفيشنت ده في كي 3 بس هو الانون، الكوفيشنت ده في كي 2 بس هو الانون، والكي 1 بس هو الايه الانون. يعني مفيش تداخل ما بين الكي 1 والكي 2، مفيش تداخل. يعني معنى كده ان انا لو سويتها بنون كاركترستيك ايكويشن هيبقى الايكويشنز اللي طلع، الالجبريك ايكويشنز اللي طالعه لي، السيمالتينيس الجبريك ايكويشنز اللي طالعه لي هيبقى سيبريتد خالص. من هنا تطلع لي على طول الكي 3، مش محتاج لا ماتريكس انفرجن ولا حاجه. ومن هنا تطلع كي 2 ومن هنا تطلع الكي 1. يبقى البداية لو انا ابتديت بالفورم ده، الديزاين بتاع الكنترول بتاعي هيبقى سهل. طب انا لو ابتديت بفورم تاني، لا الكاركترستيك ايكويشن مش هتبقى كده خالص. طب وانا اقدر اروح من اي فورم للكانونيكال؟ بس بلينير كومباينيشن، يعني تغير شوية في الستيتس، تلعب في الستيتس عشان تحصل على الشكل ده. عامل زي مسائل، لو نفتكر، أول مرة خدنا الماتريكس الجبرا وإحنا في ثانوي كانوا دايما بيقولوا لنا إيه، بص حط الماتريكس في الشكل ده. يعني يبتدي مثلا، ممكن يبتدي بالشكل ده أهو، يقول لك لا انا بص انا عايزها في الشكل ده. فانت كنت بتعمل ايه؟ تبتدي بقى ايه، تضرب فرو وتجمع على كولوم والكلام ده كله علشان تحصل على شكل تاني. ان هو بنقول ان الستيتس لو اتضربت، في كونستانت بس، يبقى في لينير ترانسفورميشن من ستيت لستيت اخرى. ليه؟ لان كل اللي يجمع الستيت ريبريزنتيشن دي كاركترستكس واحده بس، ادي القصه كلها. فانا بقول هنا مفيش تعب، نو سويت خالص، ان انا احصل على الجينز ان هو بس لازم الفورم. طب الله، مش دايما الفورم ده بيبقى معايا، يبقى ممكن اتعب في الاول في الترانسفورميشن عشان احصل على الكانونيكال فورم اللي يديني سوليوشن دايركت. الله، طب ما انت، انا ممكن اشتغل عادي على اي A و B وكل حاجه وتطلع لي السيمالتينيس الجبريك ايكويشن مكعبله 3 في 3 هنا اهوت، واحلها واتعب في الحل في الاخر. انت حسب الابروتش بتاعك، عايز تتعب في الحل في الاخر ولا عايز تتعب في الريبريزنتيشن في الاول؟ ادي القصه كلها حسب اللي تفضله. بس كل قصه زي ما انت شايف كده اهوت، انها قصه يعني جمع ما بين الماث والفيزيكس على الانجينيرنج بتاعك. انت كانجينير انت ماث وفيزيكس كده على طول، وبتابلاي، بتستخدم الماث والفيزيكس وتابلاي وتحل مشكله، هو ده الشغل بتاعك. فانت بيكون ليك بدائل وعندك عضلات كويسه في الاناليسز فتقدر تتصرف. هنا بقى في الكورس العادي، احنا كنا بقى ايه، نحول اي شكل كانونيكال فورم ونقعد بقى نعمل ماتريسيز ونجيب الايه ترانسفورميشن ماتريكس او ترانسفورميشن فيكتور بتاع الستيتس، وبتبقى القصه ايه يعني بتتوه شويه. لكن انا عملت وان فورم في الاناليسيز اللي هو الكانونيكال، وعملت على طول بول اساينمنت او بول بليسمنت على طول بشكل بسيط، وعرفنا يعني ايه فيدباك للستيت فيدباك كنترول، ستيت فيدباك كنترول، عرفنا يعني ايه. طيب هنا قلنا في كنترولابيلتي، يعني عشان تحط البولز بتاع السيستمز في الحته اللي انت عاوزها لازم السيستم يبقى كنترولابل. حقيقه وامتى يبقى كنترولابل؟ خلاص بقى، ليه يبقى كنترولابل يا عم؟ لو الماتريكس 3 في 3 بتعبر لي فعلا عن ثيرد اوردر سيستم،
كده شوف البلدي بيقول كده على طول. لو ال 3 في 3 ماتريكس اللي قدامك دي الارقام اللي فيها ما تخدعكش، هنا اهوت الارقام فيها ما تخدعكش، وان الزد اي ماينس الاي بلس البي كي اهي دي كده، دي اللي بتربط ادي البي اللي هي اليو وادي الاي اللي فيها الكاركترستيك ايكويشن، يبقى فيها الزيروز والبولز بتوع السيستمز ان اوت اهو، الاي والبي دول فيهم البولز والزيروز بتوع السيستمز، لو ما فيش كانسليشن فيهم زي الفل خلاص السيستم ده هيبقى تقدر تحط فيه على طول ال تساويه ب تقدر تقول الماكسيموم اوردر هنا هو 3 على طول، الماكسيموم اوردر بتاع كاركترستيك كويشن ب 3، يعني ممكن تحطها الاوردر بتاعها بصفر واحد واثنين وثلاثة كده على طول. طيب طيب معلش يا دكتور، هو الترانسفورميشن اللي حضرتك قلت عليه ان انا احول من اي ماتريكس مختلفة عن الكانونيكال فورم ان انا ارجعها للكانونيكال دي، هتبقى بالطريقة ان انا اوصل بالماتريكس المختلفة لحد الترانسفير فانكشن وارجع احول الترانسفير فانكشن دي الكانونيكال عادي، ولا هتبقى التحويلة ازاي؟ لينير ترانسفورميشن بنسميه. مين معايا؟ انجي انجي ده لينير ترانسفورميشن يا انجي، مجرد لينير ترانسفورميشن لا يؤثر اطلاقا لا على الستاتيكس ولا الداينامكس بتاعت السيستم ولا الكاركترستكس بتاعت السيستم، الستيتس بتتضرب كانها في كونستنت. لينير كومباينيشن، وبعدين لينير كومباينيشن ايه؟ يعني ممكن اقول ايه؟ ان انا عندي ستيت، بصي انا هعمل لينير كومباينيشن دلوقتي. هعمل ستيت جديده، انا عندي اكس 1 واكس 2 اكس 3. بصي اكس 1 داش هقول عليها اكس 1 زائد اكس 2 زائد اكس 3. اكس 2 داش هقول عليها اكس 1 زائد 2 اكس 2 زائد 3 اكس 3. واخد بالك؟ اكس 3 خلي بالك، بصي انا ما بعملش ايه؟ ريدندنسي هنا اهوت، واخد بالك؟ انا ما بعملش ريدندنسي في التشويس بتاعتي. اكس 3 بتساوي 2 اكس 1 زائد اكس 2 زائد اكس 3. هي دي اللي نقصد بيها اللينير كومباينيشن، ما بين يبقى في الاكس بتساوي ماتريكس، الاكس داش بتساوي ماتريكس في الاكس، دي لينير كومباينيشن كده على طول. حطي بقى في ال 3 في 3 الان في ان ماتريكس دي الكوفيشنز اللي انت عاوزاها، بس بشرط ان الماتريكس دي ما يكونش فيها رو بيساوي رو ولا كولوم بيساوي كولوم، يعني الديترمننت بتاعها ما بيساويش صفر، هو ده الشرط. والا معنى كده انك انت خدتي ستيت، يعني انا لما اقول ان اكس 1 بتساوي اكس داش بتساوي اكس 1 زائد اكس 2 اكس 3، ما تجيش تقولي لي ان اكس 2 داش بتساوي 2 اكس 1 زائد 2 اكس 2 زائد 2 اكس 3، لان هي اكس 1 اكس 1 داش، واخده بالك؟ فهماني؟ ايوه يا دكتور، فانا يعني لما عايزه تبقى تركيز، الديترمنت بزيرو هبقى ضيعت في الكاركترز. حته سهله، حته سهله، عايزه تركيز ومتابعه معايا، حته سهله جدا دهيت. انا بقول الاكسات الجديده لينير كومباينيشن من القديم. يعني ايه لينير كومباينيشن؟ يعني بيربط ما بينهم كونستنت ماتريكس ان في ان، بس كده ادي القصه كلها. والكونستنت ماتريكس دي الديترمنت بتاعها ما بيساويش صفر. ايوه تمام يا دكتور، انا بس سالت عشان يعني باجي ساعه الامتحان واحس ان انا مش عارفه احل منين، عشان كده بس كنت بسال الخطوات بس بتاعت الحل. البركه بقى المهندس مصطفى والمهندس ايمن، يعني هحل لكم مسائل طبعا، يعني هو
يعني هيحلوا، يعني هيبقى في اكسرسايزز على الكلام ده هوت. فيعني هترسى الدنيا، الدنيا مش صعبة خالص هوت. بس القصة ان انا ببقى حريص ان انا اربط الماث اللي انتوا خدتوه في الماتريكس الجبرا مع السيستم داينامكس، مع الفيزيكس بتاعت السيستم، على قد ما نقدر، على قد ما نقدر. لان كتير قوي بيبصوا لها ان هم بيتعاملوا مع ماث، يعني زي ما بيقولوا كانوا زمان كده، كان في حاجه اسمها زمان ايامينا الرياضه البحته، بحته يعني. لا، هي مش، ما فيش حاجه اسمها رياضه بحته. الماث بدون بدون فيزيكس، بدون ابلكيشن، ملهاش اي معنى خالص، او ملهاش اي معنى فهمه دلوقتي، لان انا ممكن افهم الماث بتاعها بعد كده، لكن امكانياتي العقليه دلوقتي كبني ادم مش قادر افهم الماث الغريب ده هوت، الذي لا يعبر عن اي فيزيكس خالص. انا مش عارف هم طلعوا المتريسيس ده، هي المتريسيس دي حاجه طبيعيه جدا يعني، برضو يعني طلعوها يا ترى من الفيزيكس ولا طلعوها من الالجبرا؟ الماثيماتيشن فظاع بصراحه، الماثيماتيشن دول فظاع، ان هم يطلعوا حاجه بالالجبرا. وبعدين يعني الفيزيست يطلعوا الفيزيكال ريبريزنتيشن بتاعها في داينامكس وكاركترستيك ايكويشنز وريسبونسز والكلام ده كله، لا ده كان واحنا في ثانوي، ده كان اخر الحسبان، احنا اشتغلنا عليها بحته زي ما بيقولوا كده، بحته حفظ كده على طول. اعمل الديترمننت يا عم، ماشي، جيب الادجوينت، جيب الكوفاكتور، جيب مش عارف ايه على طول. اوكي، تعال بقى نشوف المشكله ايه، المشكله الثانيه. يبقى احنا اتكلمنا على الكنترولابيلتي نوت. بص الفزوره دي فزوره حلوه جدا، فزوره حلوه قوي. يقول لك ايه لما نجيب البوينتر، شوف يقول لك انت معاك الستيت سبيس ريبريزنتيشن بتاع السيست. اقول له اه، يعني معاك الموديل بتاع السيست، ادي الموديل بتاع السيست. ايوه اهو ده الموديل، صح 100% معايا، يبقى ده معاك اكيد. اه طيب، الانبوت بتاع السيستم معاك طبعا، الواي ده تقدر تقيسه، واي لوحده، الواي لوحده اه اقدر اقيسه. ما انا حقيقي لا مؤاخذه يعني، لو انا ما قدرتش اقيسه يبقى ما اعملش كنترول خالص، اقفل اقفل على طول على طول. عشان تعمل كنترول حاجه لازم تقيسها، مش هتعرف تعمل كنترول لحاجه من غير ما تقيسها. الف ب، قيس الاول وبعدين صلح، شوف قيس الاول وبعدين شوف اتغيرت لايه وبعدين صلح. اوكي، يقول لك بقى ايه المشكله هنا، مشكله في الكنترول الجوريثم ده. بص، انك انت لازم تقيس الاستيتس كلها، سنسورز كل سنسور منهم غالي، ده كمان في حاجات منها مش اكسسبل، يعني الستيتس دي مش شرط تكون زي الموتور كده فيزيكال ستيتس، ممكن حاجات ماثيماتيكال ريبريزنتد بس، لكن انت ما تقدرش تقيسها، وخاصة في الاوردرز العالية بتاعت السيستم مش السكند اوردر. فالمشكلة عندك دائما وابدا انك ما تقدرش تقيس الستيتس كلها. شوف انا قلت لك ايه، عايز تعمل كنترول قيس الاوتبوت، مش عارف تقيس الاوتبوت اقفل اقفل، مفيش كنترول. لكن هنا هو الطلب، الطلب غالي والطلب كتير قوي، الستيتس كلها لازم تقيسها، اصل انا كل ستيت هضربها في جين واقفل اللوب. اه صحيح، عشان تعمل الكنترول هنا. فالمشكله اصبحت ايه، اصبحت فزوره. وانا ممكن اعمل بروجرام على الكمبيوتر
لو انا عارف الموديل هنا، لو انا عارف الموديل هنا والانبوت والاوتبوت، اقدر اجيب الستيتس. اه طبعا الفزوره دي طبعا محلوله، طبعا محلوله بوان ميجرمنت. ان هو افتكر هنا الكويس قوي، افتكر كويس قوي هنا، هو اول حاجه احنا خدناها اهي. بص لو انا معايا الانبوت ومعايا الاوتبوت، ماشي اوكي معاك الاوتبوت هنا، لا 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 انا معايا الاوتبوت هنا وكل الباست انستنس بتاعته، ومعايا اليو هنا بالباست انستنس بتاعتها كمان لو كان معايا حاجه في النيميريتر، لان انا معايا الموديل، فانا اقدر اقيس واقدر في الميموري بتاعتي ان انا استور الباست انستنسز كمان. فمعنى كده ايه؟ طالما معاك كده الله، كل الاناليسيس ده انا ممكن اعمله على الكمبيوتر، وان انا احسب الاكس 1 والاكس 2 اكس 3 بس كده. ده بنسميه ايه؟ بنسميه اوبزرفر ديزاين. الفزوره دي بنسميها اوبزرفر ديزاين. طلعت الاوبزرفر تستعيد، يعني ايه اوبزرفر؟ تطلع من هنا الستيتس بتاعتك اكس اوف كي التفصيليه، بس اكس ايه؟ استيميتد اوف كي. طبعا لو الموديل ده اكزاكت، وهتبقى الستيتس اكزاكت وكله زي الفل، هتطلع الستيتس بتاعتك تضربها في الناقص كي، يبقى انت عرفت اليو هنا اهوت على طول، مفيش حاجه هنا اهوت، يبقى الكلام ده بنتكلم على ريجوليشن فقط، على ريجوليشن فقط. الله، طب هو ايه الشرط الاساسي بقى يا انجي هنا اهوت؟ ان انا في الديزاين، خلي بالك انت بالديزاين اوبزرفر وبالديزاين كنترولر بقى. الله 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 الله، يبقى انت معاك داينامكس هنا هو انت عايز تحكمها، ومعايا داينامكس في الاوبزرفر، لان الكلام ده له داينامكس، يعني انت هتوصل للستيتس الحقيقيه دي في قد ايه، بتوصل فيها هتلاقي الديزاين بتاعك كان البولز بتاعه السيستم ده منفصله، بتاعه الاوبزرفر منفصل عن البولز بتاعه الكنترولر هنا اهو، كان بالظبط بعمل الديزاين ده لوحده، كاني بعمل الديزاين ده لوحده. لو احتفظت بالريبريزنتيشن بتاعه السيستم، لما تيجي الديزاين اوبزرفر انت عايز اوبزرفابل ريبريزنتيشن، ولما تكون ديزاين الكنترولر انت عايز كنترولابل ريبريزنتيشن، عشان يبقى الديزاين في الاخر سهل. نفس القصه، احنا شفنا حته واحده بس هنا اهو ناحيه الكنترولر، بس بقول هنا ايه، ده في كونديشن رئيسي هنا هو ان الاوبزرفر ده اقدر اعمل له ديزاين. ما ينفعش اطلاقا ان انا ابص للسيستم ده على انه 3 في 3 وانا عندي ستيت اختفت، انا عندي ستيت اختفت، هو في الواقع سكند اوردر، مش انا مش واخد بالي ان في ستيت اختفت. ليه؟ لان في بول زيرو كانسليشن، فانا مش هقدر استيميت هنا هوت 3 ستيتس، انا هقدر استيميت 2 ستيتس، ما يكفوش، ما ينفعش. نفس القصه بالظبط. يبقى احنا بنشوف كنترولابيلتي ماتريكس وبنشوف اوبزرفابيلتي ماتريكس عشان السيستم يبقى اوبزرفابل. يعني ايه اوبزرفابل؟ يعني من الواي اقدر ان انا، طب الواي دي الداينامكس بتاعتها اساسا ما فيهاش، خلاص البول والزيرو اتكنسلوا، كانوا في ترانسفير فانكشن هنا مش موجودين على الواي هنا خالص، فدي مشكله. ان انت عايز هنا هو تقول لي خمن بقى الثري ستيتس بتاعتك من الواي اللي اساسا ما فيهوش الداينامكس بتاعه ثيرد اوردر سيستم، ده هنا هو يبقى ده مش ما اقدرش ان انا اديزاين الاوبزرفر ده اطلاق. ف
القصه دي كمبيوتر بروجرامينج، القصه دي كمبيوتر بروجرامينج. احنا السكوب بتاعنا ايه؟ فقط على الفيدباك هنا، بفرض ايه؟ بفرض ان انا قادر ان انا اقيس الاستيتس كلها. في بعض الاحيان، بعض الاحيان اقدر، وكثير من الاحيان ما بقدرش، بضطر ان انا اعمل الاوبزرفر ديزاين دهوت، وبعمله برضه بالبول بليسمنت، بقول الداينامكس بتاعت الاوبزرفر تكون هنا، والداينامكس بتاعت الكلوز لوب دهوت، ام بتاعت اللي اظبط بيها الجينز دهوت، اما الكلوز لوب اوفر اول داينامكس بيبقوا الاثنين مضروبين في بعض كده على طول. ده كده يعني من بعيد ايه هي الاوبزرفابيلتي، من بعيد ايه هي الكنترولابيلتي. لا احنا هناخدها، احنا مش هناخد عليها اي اكسرسايزز في التيوتوريالز بتاعتنا. احنا السكوب بتاعنا هنا هو ديزاين للكنترولر، احنا واخدين كيس سهله هنا اهو بتاعت الكانونيكال فورم، و الاناليسز بتاعت السيستمز بتاعتنا عشان نحصل على على السهل ده اهوت، على السيستم السهل ده. الاناليسز بتاعتنا يعني انا معايا بالس احصل على الكيرس، انا معايا جرافيكال ريبرزنتيشن، من الجرافيكال ترانسفير من هنا اقدر اوصل للستيت سبيس، ومن الستيت سبيس اقدر ارسم جرافيكال ريبرزنتيشن، مفيش اي مشاكل خالص. ده كده يبقى احنا بشكل مبسط شفنا الستيت سبيس اناليسز اند ديزاين، واقدر اقول ايه بتوين كودز كده اهوت اناليسز، وبتوين كودز كده اند ديزاين. ودي اخر حاجه في الكورس بتاعنا، لان كان لازم تطلع من الكورسات بتاعت الكنترول سواء كونتينوس او ديجيتال، وتكون مغطي الستيت سبيس. الواحد بيحس بتقصير شديد جدا. انا ممكن في ديزاين ميثودز كتيره ممكن الواحد ما يقولهاش، لكن ستيت سبيس الحروف بتاعته الاناليسز والديزاين لازم اكون عارفها. طيب قبل البريك التاني انا عايز اسال سؤال، ده اذا كان في بريك يعني. في حد محضر حاجه هو مستعد ان هو يقولها لنا بدون ضغط على اي حد؟ ايه اللي هيعمل؟ طبعا هيبقى له البونص بتاعه. انا طبعا شفت وصل لي، لكن ما شفتش حقيقه للاسف، ما كانش عندي وقت خالص في اليومين ثلاثه اللي فاتوا دول، لكن انا هرجع تاني لصامويل اقول له فيدباك على اللي بعته ليا، وانا بعته للمهندس مصطفى والمهندس ايمن. لو مصطفى عندك اي فيدباك على الشغل بتاع صامويل اللي انا بعته، ولا برضو كنت مزنوق؟ لا كنت مزنوق جدا والله، ده حتى اجلت السكشن بتاع الاسبوع اللي فات لامبارح، كان عندي مشاوير كتير قوي. ما هي يعني خير ان شاء الله، ان شاء الله خير. لا لا مفيش اي مشاكل خالص اطلاقا. يعني ايمن معانا برضه اهو، ايمن معانا. يا ترى ايمن عندك اي فيدباك على الشغل بتاع صامول اخر حاجه بعتها؟ كانت في لا ما ايميل. شفتش تمام. حاجه كلنا ما كانش عندنا وقت، لكن انا هشوفه ان شاء الله، لان هو اللي انا متوقع ان في التمبلتس، اضافه للتمبلتس وفيها وانا قريت برضو ان فيها تصليح للسكيلينج بتاع يعني بدون اي ضغوط خالص. في اي حد يحب يعمل برزنتيشن سواء اي حد؟ هو لو حضرتك تحب ان انا اعرض الجزء اللي انا كنت بعته لحضرتك. انا احب يا صمت. تمام. انا احب خصوصا ان احنا موجودين ومعايا ايمن ومعايا مصطفى، فهنقدر نفيد باك ومعانا الناس كلها تشوف الشغل بتاعنا. فدلوقتي ايه رايك ناخد 10 minutes break كده اهوت، ونرجع لك تكون انت محضر الدنيا كلها. تمام اوكي مفيش مشاكل، ويبقى حتى الكلام بتاعك في السيشن. في حد تاني غير صامول؟
اوكي، يبقى صامول بس ياخد العشر دقايق ربع ساعه، وبعد كده يبقى بنخلص بعد البريك مباشره. دكتور جون، جون عماد. انا كنت بس اسال على حاجه. ايوه اتفضل يا جون. هو حضرتك كنت قلت هيبقى في سيشن هنحل فيها اسئله امتحانات عشان نعرف الشكل بتاع الامتحان هيبقى ايه، فهو السيشن دي هتبقى في وقت المحاضره ولا هتبقى في السيكشن؟ هتبقى في وقت المحاضرة ومفيش سكاشن الأسبوع الجاي. اوكي، يعني الاسبوع الجاي هيبقى في حل امتحانات. إن شاء الله البركة في الشباب بقى، يعني العظيم اللي معايا المهندس مصطفى والمهندس أيمن. طيب هو احنا هنحل امتحانات يعني انهي سنة عشان نبقى مجهزينها، يعني لو هنبص عليها لو عندنا أسئلة؟ احنا هنحل محافظة كفر الشيخ ومحافظة البحيرة إن شاء الله بإذن الله. لسه ما قررناش يا جون، لسه ما قررناش. طب هو بس ينفع حضرتك تبقى قايل لنا بس السنين اللي هنحلها، يعني 2000 وكام يعني، عشان نبقى بصينا عليها عشان لو عندنا أسئلة قبل